السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نهاية اختبارات تفاعل PCR بالنسبة للمسافرين لا تغير إعلانات اليوم شيئا على الإطلاق. الإعلان عن انتهاء اختبار PCR الإلزامي للمسافرين اعتبارا من 28 فبراير ليس سوى صيف في الماء وفقا لنائب رئيس رابطة وكلاء السفر في كيبيك إيريوك بواسونولت في مقابلة مع برنامج الأخبار بنسبة 100%، أوضح الآخر أن حقيقة أنه لا يزال يتعين على المسافرين الخضوع لاختبار سريع لا يقضي على الخوف الذي يشعر به الكثير من الناس من عدم قدرتهم على العودة إلى البلاد. ولم يطمئنهم المؤتمر الصحفي الذي عقد الوزير جان إيفن دوكلوس يوم الثلاثاء، كما يقول الشرب ضد الهاتف يرن الكثير لمدة أسبوع ونصف. من ناحية أخرى يدعى أن إعلانات اليوم لا تغير شيئا، وفقا له فإن العقبة الرئيسية التي تمنع العديد من سكان كيبيك والكنديين من السفر هي الخوف من الحصول على نتيجة إيجابية والعثور على أنفسهم عالقين في الخارج. بهذا المعنى يرى نائب رئيس جمعية وكالة رحلة كيبيك أن خروج الوزير دوكلوس يوم الثلاثاء مخيب للأمل. إن كنت مواطنا فرنسيا أو جزائريا وترغب في القدوم إلى كندا، هل تحجز فنادقا حاليا؟ فأنت لا تعرف ما إذا كنت تتمكن من المغادرة. لذا فإن كل دولار يساوي 34 سنتين حقا كما يقول إيريك بواسونولت، وهو يعتقد أنه من الضروري إلغاء الالتزام بالخضوع للاختبار مهما كان لدخول كندا أو فرنسا. يقول العالم إن هذه الاختبارات عديمة الفائدة تماما، لذلك أتمنى حقا أننا نتبع آراء العلماء. وشكرا لكم، ولا تنسوا المشاركة بالفيديو والانضمام إلى قناتنا، وشكرا لكم وإلى حلقة أخرى إن شاء الله.